دكاترة في الفيلد دلوقتي موجودين عندهم رول قبل ما يمد ايده على الضرس يعمل فيه اي حاجة مع علاج جذور. زراعة جميلة خلاص، انا عندي ضرس مصاب خلاص شيله وازرع مكانه، ايه المشكلة؟ ما ينفعش، خلقة ربنا مفيش حاجة تضاهيها ابدا في الدنيا كلها. المادة المستخدمة هي كور النجاح، سر النجاح في التركيبة. الزراعة في أي حالة ما تزيدش عن 10 دقايق، أنا دايماً بحب أحط كل حاجة في مكانها. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني. ماجستير جراحات الوجه والفكين، كلية طب القصر العيني. ماجستير جراحة الفم والأسنان، كلية الطب القصر العيني. حاصل على الدبلومة الإسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا. عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم، تعال لأي حد كده أقول الله ده شكله بقى كويس، يعني بقى أفضل وأجمل، بنتي دي حلوت ليه يعني، تسأل كده مش واخد بالك مش مركز يعني، فا خست لا ما هي تخنت شوية لا ما هي يعني سمارت شوية ما عادي، شعر ما هو نفس اللون، في حاجة اتعملتها بنت خليها أفضل أجمل، تدور تركز كده شوية صغيرين مش هتاخد وقت طويل، تلاقي السنان ظبطت سنانها، واو السنان يا جماعة بتغير الشكل تماما تماما، تخليه أفضل كتير، واللي بيخلي سنانه أفضل أو أجمل بياخد ثقة كمان، يعني برضو أي حاجة ممكن جدا يبقى شكلها جميل وهي مش منمقة أوي، يعني الشعر دلوقتي اللي هو يعني البنات بتعمل تلاقي تعمل كيرلي مثلا أو تعمله منفوش كده شكله ساعات بيطلع حلو على بنات، قصير شكله ساعات بيطلع حلو، طويل الله أسود ساعات بيطلع أحلى من الأصفر، اللينسز ملهاش قيمة، لكن السنان أي تصرف صح في السنان يغير الشكل جدا ويخليه أجمل كتير، وأي تصرف غلط أي حاجة غلط شكل ستيس بقى سنان معمولة مش مظبوطة شكلها مش حلو مش متناسقة مع وشك وبشرتك، يعني أنت شاب راجل أسمر اللون رحت عملت سنان بيضة جدا يا غلط كبير جدا. النهاردة حوار حول علم الأسنان، هو حوار متنوع جدا، تكنولوجيا ولا الخبرة، مهارة ولا الأجهزة، الفرد ولا المجموع، الأداء المبني على علم ولا الجرأة والحماس ويلا بينا، أخطاء قد تكون قاتلة و تهور يدفع ثمنه الجميع، الدكتور والمريض مريض المسكين كثيرا ما يدفع ثمن غاليا. ضيفتي العزيزة طبعا نجمة في مجالها في مجال طب الأسنان، وبيسعدني جدا حكاويها، والنهاردة حكاوي يعني النهاردة احنا مش هنتكلم علم تفصيلي قوي، هنتكلم علم تفصيلي أكيد بس حكاوي أكتر من العلم التفصيلي. الضيفة العزيزة الاسم المتميز الأستاذة الدكتورة إسراء السعيد، أهلا بك يا دكتورة إسراء. أهلا يا دكتور أيمن. عجبك الكلمتين اللي أنا قلتهم؟ أه حلوين. ساعات الثمن بيبقى غالي في الأخطاء. ساعات بس في حاجة في لون الأسنان قلتها ممكن أعلق عليها. قوليلي. هو كل ما كانت البشرة أغمق كل ما كانت السنان أفتح. يعني ده مش الغلط ده الصح. أوكي. دايما تلاقي السودانيين والناس السمر قوي تلاقي أسنانهم بيضاء، ودايما تلاقي الناس البيض أسنانهم غامقة. هي بس ريليشن ما ينفعش حد يبقى ابيض انت تديله اسنان بيضاء قوي 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 قوي. بالعكس هيسمر يديك شكل اسمر. اوكي. ويبقى مش جميل عليه خالص. هي دي ريليشن بقى ازاي العلاقة. تجيب الحاجه العلاقه تجيبها مظبوطه اكوردنج للون بتاع البشره. النهارده سؤال عام بس هناخده بالتفاصيل في فروعنا الكتير النهارده، ان في افلام في فوازير في لفه يعني. التكنولوجيا هل هي بقت انت عارفه في افلام مجموعه افلام كده يقول لك ايه خلقنا عملنا يعني البشر عملوا يعني انسان الي وبتاع وفجاه الاليين راحوا عاملين ثوره على البشر.
ففي علم الاسنان انتوا جبتوا التكنولوجيا دي مصر. يعني جهاز سيرك او سي تي وبتاع مش عارف ايه الكلام. طيب الاجهزه دي مش يمكن تلغيكم؟ مش يمكن تيجي عليكم؟ ما تجاوبنيش دلوقتي. مش يمكن هي اللي تقود ونسمع عن المراكز، مركز السيرك مش مركز اسراء السعيد. مستشفى السي تي مش مستشفى الاسنان المتفقمه، يعني تاخد بالك من الكلام. في مره عملوا حاجات زي كده وجابوا قرد ودربوه ان هو يعمل حشوات على فكره، وفي حد عمل عليه ابحاث وفشلت طبعا. مش ممكن، مش ممكن، مش زي بني ادم. انا قصدي مش قصدي، انا قصدي برضو البعيد، يعني انه قد يسرق من الدكتور اسمه، و يعني يجي حد مش دكتور خالص معاه شوية فلوس حلوين عملهم في حتة ما مثلا. يعني ويجي جايب الفلوس ديت يقول لك استثمر، طب اعمل مركز اسنان واعمل اجيب شوية اي حد كده. يعني يا ده كده تبقى الدنيا سهلة قوي. الدنيا تبقى جميلة بعد كل السنين دي. طيب تعالي نشوف الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ جمال الفم ده تركيبة جميلة، دي لوحة الأسنان تناسقها مهم عشان يدي اللوحة حاجة حلوة، اللثة من ناحية، اللون، الشفايف، الصناعة دي تعمل فم جميل. أبيض طبعا. طبعا أبيض. ده أهم حاجة، ده اللي أنا كنت بتكلم فيه. ما ينفعش إن احنا نقول إن الجمال هو السنان البيضاء قوي، لا اللي هي لون اللبن، لا ده مش الجمال، الجمال هو التناسق والعلاقة. وما ينفعش تحط الجمال دوت مثلا على لسة لونها أسود زي الناس اللي عندهم حاجات جانبية. ما ينفعش إن احنا نقول مثلا إن سنان فيها إعوجاجات نقول لك إن ديت مثلا جمال. الجمال هو التكامل، إن كله صورة واحدة متكاملة. يعني مثلا احنا هنقول الجمال ازاي في لون اسنان معتم بالشكل دوت، وكل سنه والتانية ما بينهم خطوط سوداء، والحقيقي المريضه ديت كانت عندها مشكله نفسيه من سنانها، ما بتقدرش انها تتكلم ودايما ماشيه حاطه ايدها على بقها، وعندها هي على فكره عندها مشاكل كتير، وعندها حاجه اسمها العضه العميقه واعوجاج وتراكب وتلون، وفي مشاكل كتير فيها ديت. دي محتاجه تفكر فيها بخبرتك، ومحتاج تفكر فيها بالاجهزه اللي معاك ازاي تجيب احسن نتائج. ومش كل السنان دي سليمه، في سنان كتير منها احتاجت علاج جذور، في عشان تقدر توصل لكل حاجه مظبوطه جنب بعضها ويمين زي شمال، ديت فيها حاجات كتيره مع بعضها. ازاي تقول ايه الدكتور بس؟ مستحيل طبعا. امال مين اللي هيحسب المسافات ديت؟ ومين اللي مين اللي هيديك الشكل المتناسق مع وشها في الاخر؟ لا طبعا، لازم كل حاجه تمشي مع بعضها عشان تطلع نتيجه متكامله. لازم كل حاجه تمشي مع بعضها عشان تطلع نتيجه متكامله. طبعا جمله حلوه جدا. اه طبعا. طب السؤال الجاي ده خلي بالك عشان ده فيه فخ. اوكي. التكنولوجيا الحديثه تلعب الدور الاكبر، الاعظم، الاقوى، الاكبر، الجامد جدا في عالم طب الاسنان، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ مش عارف، رمادي. هقول لك على حاجه، لو جبت عربيه بي ام موديل السنه او حتى موديل ثلاث سنين قدام وانت ما بتعرفش تسوق، احكي لي هتعمل معاه ايه؟ هيبقى فل. هل ينفع ان انا اقول لك من فضلك اضغط على الزر الايمن في ال... ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده. لازم يبقى عندك الاكسبيرينس اللي هتحرك بيها العربيه دي، والا العربيه ديت هتعمل لك انت مشاكل. فمفيش حاجه اسمها التكنولوجي هو اللي هيقود، ومفيش حاجه، لا التكنولوجي هيساعد. زي مثلا حاله زي كده، اولا دوت اخر ضرس في البق. دي مريضه عندها حوالي 80 سنه. طبعا 80 سنه دي بتعقد المشاكل في ان القنوات بتبقى اتقفلت، حصل فيها تكلس. في جذور منهم عامله علامه 90 او زاويه ميل الجدر جوه العظم 90، يعني الجدر نفسه متني. دي علشان تطلعها عشان تخلص القصه دي مظبوط، دي ما تنفعش من غير مقطعيه، وما تنفعش من اجهزه حساسه وايبكس لوكيتور، جهاز بيقيس طول العصب ويقول لك انت كده وصلت ما وصلتش. دي مثلا حاله لا يمكن تمشي من غير تكنولوجي. في الاخر هنوصل لاحسن نتيجه من غير ما تقول العيان والله اصل ده قدرك، اصل في اجسام بترفض الحشوات. في انا بسمع الكلام ده الدكتور يقوله في جسمك رافض العلاج، مفيش حاجه اسمها كده. هو في حاجه اسمها انت ما درستش الحاله كويس وما عندكش التولز اللي تدخل بيها تعالجها. حاله مثلا زي كده، دي ده درس
تخيل الضرس دوت احنا مش عايزين نخلقه، وانا عموما ما بحبش موضوع الخلع ده خالص. الضرس دوت علشان تحييه تعمل فيه ايه؟ لازم تدخل بمقطعيه وتشوف عدد القنوات والقنوات دي مسدوده ولا لا، وطبعا لقينا في يمكن خراجين في نفس الضرس، طب هننظفهم ازاي؟ هندخل بزوايا ايه؟ عايزين نوصل لاحسن نتيجه. دي محتاجه سنس بتاع الدكتور، ومحتاجه جهاز يوريه انت داخل فين ونتائجك ديت هتوصل لايه. احنا وصلنا ان احنا عليه اولا احنا دلوقتي كمان بقينا بنعزل، خدت بالك ان الصور كلها شغاله فيها حاجه اسمها رابر دام، يعني احنا عازلين الضرس ده من البق عشان ما يدخلش بكتيريايه من السلايفا او من اللعاب العيان او من اي حاجه خارجيه في بقه تبوظ لنا الشغل بتاعنا وتبوظ لنا التعقيم بتاعنا. احنا خلصنا واستخدمنا اجهزه وحددنا عدد القنوات وزوايا الميل بالكمبيوتر، كله بالكمبيوتر، وبنينا الضرس دوت. طبعا يعني اختلاف يعني 100% طبعا حاجه كده. ده الشغل اللي استخدم فيه او ساعد فيه تكنولوجيا، لكن بدون علم التكنولوجيا تصبح كزي ما انت قلت سياره بدون سرعه. يعني مثلا الضرس اللي هو اللي في بق العيانه دوت اللي ظهر لونه مصفر شويه، راحت لدكتور وبرده حشلها الضرس بتاعها وعملوا لها عصب، وهي مش بتقدر تنام الليل وتعبها جدا والم وورم على طول، وكل شويه يقول لها طب هفتح وهنضف افضي الخراج ولا اعصره، وبعد كده بالمنظر ده بقى كده راحته 12 مره. طب ازاي؟ هي القصه كلها احنا عملنا مقطعيه، شفنا المشكله ديت جايه منين، طلعت المشكله فين؟ طلع ان الدكتور عدى القناه، شايف ده الجدر انا خلعته، وشايف الحته الفايل اللي فوق الجدر دوت اللي هو الحته زي المسمار الملوي ده، ده الدكتور عدى وخرج من الناحيه الثانيه، وهو شغال وعمال يحشي فين؟ بيحشي في العظم، يعني هو خلص وحشى وعمل ده في العظم، وساب الفايل جوه الضرس ذكرى. فطبعا دي مشكله. طب هو دلوقتي الدكتور دوت مشكلته في ايه؟ ان هو حصل معاه مشكله، وكلنا وارد يحصل معانا مشاكل، بس المشكله الشطاره في ايه؟ تحلها ازاي؟ طبعا احنا عملنا مقطعيه ودرسنا الحاله ديت كويس جدا وصورناها بكذا طريقه، ودخلنا احنا فايلات ولقينا دولت بارلل لبعض، يعني ده احنا بتاعنا موجود والاولاني موجود. في الاخر انا وصلت الحل اللطيف جدا ان احنا هنقطم او هنقسم الضرس ده اتنين، نص المصاب انا هشيله خالص والنص الثاني هخليه في بقها، ده بعد العمليه ان انا قسمته بالنص. وعلى فكره برضو انك تقسم الضرس بالنص دي فيها اكسبيرينس، ان انت مش او يعني ما ينفعش ان انت تقول لي النص هنا بالتقدير، لا ده انت لازم معاك اشعه كويسه وبتقيس الطول بتاعك والعظم فين واللثه فين وهدخل منين، الاله اللي بتقطع بيها لو تخينه، هو الضرس كله كام ملي اصلا؟ لو تخينه لازم هتاخد الجدر معاك الثاني وانت ماشي، لازم قسمنا بالراحه خالص وشلنا الجزء الوحش والجزء اللي موجود دوت سيبناه في العظم وحطينا مواد محفزه للعظم في المكان الفاضي، وبعد كده ركبنا طربوش، وان هو دوت خلاص بقى محفز، يعني ركبنا له طربوش بقى ضرس شكله اصغر شويه من اللي جنبه، خلاص بقت الدنيا ماشيه كويس. الكات كام والسلك ديت اجهزه تلعب دور مهم جدا في التشخيص. طبعا ابيض. طبعا. بص هو الكات كام والتشخيص والسلك مش هما التشخيص، التشخيص بيبقى المقطعيه وال3 دي. السلك ده جهاز زي سوفت وير قوي جدا ومتخصص، بياخد شكل السنه بتصوره وبتدهوله، يقول لك والله هنعمل طربوش بمواصفات كذا وافضل حاجه كذا، ويوريك شكله قبل وشكله بعد، وتقدر تقول له مثلا تخن هنا رفع هنا، واجمل ما في السرك اللي محدش متصوره، اجمل ما في السرك الدقة. ما فيش مخلوق ولو قلت لك ده فني معمل 40 سنة ما يعرفش يطلع اللي بيطلعه الكمبيوتر. دوت بيديك كل التفاصيل والنتائج اللي هتبقى موجودة قبل ما العيان يعرفها، واللي هنا هيدخل اكل وهنا هيحشر هنا هيدخل ميه هنا، كل التفاصيل دي تكون موجوده قبل ما انت تقول للعيان اما تسلمه اي حاجه ويحصل اي حاجه، غير لما تاخد انت الحاجه ومعمل عامله يدوي وتحطه في بق العيان ويجرب هو بقى ونصيبه، يدخل اكل يحشر طماطم، ده مشكله بقى ثانيه خالص غير السرج. السرج بيديك النتيجه قبل ما تحط الحاجه في بق العيان. يحشر طماطم حاجه خطيره كده. الطماطم كيف دلوقتي؟ مش رخيصه برضه. طيب تلعب التكنولوجيا دور هام جدا في مجال تقويم الاسنان.
التكوين هذا المجال الذي كان يعتقد انه مجال يدوي اكثر منه تكنولوجي. شدي عم رخي هنا. هو التكنولوجي دخل في كل شيء ودخل بهجوم شديد. يعني مثلا التقويم في عندنا دلوقتي بدائل، في عندنا اجهزه ثابته وعندنا اجهزه متحركه. الجهاز الثابت انت ممكن تستغنى عنه في بعض الحالات، علشان ما نقولش دي حاجه ابسولوتلي 100%، لا مفيش كده. في بعض الحالات ممكن نستغنى خالص عن الجهاز الثابت اللي هو البلاطات اللي بتتركب فوق الاسنان، ونعمل نعمل زي تلبيسه شفافه متحركه يشيلها ويلبسها ما تبانش خالص للناس، وبتعالج حالات كتيره. دي اجمل ما فيها، ان انت مش مركب حاجه، مش كل شويه العين يجي يقول لك كسرت بلاطه وكلت حاجه ناشفه غصب عني، وتفضل تغير في اسلاك. انت ممكن تتابع العيان بالتليفون، ولكن مش معنى الكلام دوت ان يجي لي ناس تقول لي انا مسافر 3 سنين وتابعيني بالتليفون، لا مش للدرجه دي. لا يعني ممكن مثلا اشوفه كل 4-5 شهور، بس مش لدرجه ان احنا نقعد 3 سنين ما اشوفوش خالص، لا دوت برضو ما انا ما بطمنش للكلام ده. فطبعا التقويم يعني مثلا الحاله دي فيها شغل كتير، وفيها عضه عميقه، وفيها عضه معكوسه في الناحيه اللي ظاهره قدامنا. عالجنا كل المشاكل دي وعملناها من غير ما العيان يركب جهاز التقويم المعتاد اللي الناس عارفه شكله في البق. طبعا ده في حد ذاته تكنولوجي هايل هايل، وبالذات للناس الكبار في السن او مش كبار، يعني لو متجوزين مش عايزه تظهر بالشكل دوت، وكله بالكمبيوتر. انت عندك دلوقتي ده 3D، انت بتدخل الداتا للكمبيوتر بيقول لك والله احنا هنمشي بالخطوات الفلانيه 3D. بقى هو عنده كل الاوضاع قدامه جاهزه، بيقول لك مثلا ممكن اركب حاجه اسمها بوتومز، يعني زي قطعه من الحشو بنحطها على الاسنان علشان نزق بينها بيها السنه، وبتبقى لون السنان مش بلاطه، وبيبقى ليها شكل معين. يعني لو مثلثه بتودي في اتجاه معين، لو مثلا حاجه مربعه، لو مستطيله، ليها شكل. يعني مش مجرد حته حشو بتتحط كده، لا طبعا دي مدروسه. لحد ما بنوصل في الاخر ان هو دوت الحاله اللي بدانا بيها، بتشوف نفس الفيديو ده اللي هننهي بيه. ايه رايك؟ ماشي الكلام تمام، يبقى هو ده هنشتغله. عظيم. هذهب الى منطقه ثانيه مهمه جدا، منطقه الفراغات ولون الاسنان. احنا اعتقد ان احنا ابطال العالم في الفراغات. يعني احنا عندنا تبص تلاقي الناس ساكته على فراغات بين سنانها لسنوات طويله جدا بمشاكل كبيره. طيب التلون برضو احنا ابطال العالم، احنا شاي وقهوه، احنا حكايه الشاي والقهوه كمان احنا بنشربهم يعني عمال على بطال. يعني الواحد مش يعني مثلا تيجي كده تلاقي اي اتنين قاعدين مع بعض بتيجي نشرب شاي، قاعدين مش يعني هما ما بيشربوش شاي عشان نوحشهم طعم الشاي، لا عشان يملوا فراغ يسلوا وقتهم. الموظفين يا عيني اللي يعني ما عندهمش برضه شغلهم ما فيهوش يعني هي المشكله المين فراغ. مش الشاي والقهوه، المشكله المين ان ما بنغسلش اسناننا. يعني انا لما بقول لحد لازم يغسل اسنانه مرتين واحد قاعد بيضحكوا، واحد قاعد بيضحكوا لازم ماما عشان دكتور السنان بتقولي كده، لا والله هو ما ينفعش غير كده. انا برضو انا قاعد في وسط مجموعه يعني، فبتكلم على ان الواحد لازم يغسل سنانه 3-4 مرات في اليوم. فاستغربوا جدا من الكلام. يعني ازاي يغسل سنانه 3-4 مرات في اليوم؟ عادي طبيعي يعني. ده متعه، ده غسيل الاسنان ده متعه. يعني انا بعتقد انا ساعات ببقى قاعد كده فاضي بقوم اغسل سناني في نص اليوم فاضي يعني كده اهيص كده مع نفسي. يعني انا من الناس اللي تغسل اسنان ولازم دنتال فلوس ولازم توث بيك، ودي ادخلها في حته ده عندي انواع ايوه انا عندي انواع بحس ده انتصار يعني وكل حاجه، وعندي الانواع العالميه مش عايز اقول اسماء. فقولي لي التكنولوجيا لعبت طبعا ابيض واسود ولا نمطي، التكنولوجيا لعبت مع اللون ولعبت مع الفراغات، الكلام صح؟ طبعا اكيد لعبت لعب جامد جدا، ان احنا ممكن نحل كل المشاكل دي لو المريض مبدئيا يعني الفراغات انا بفضل التقويم، ولكن لو المريض دوت مش مستعد للتقويم نفسيا وظروفه مستعجل وي 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 خلاص، يبقى خلاص هي الظروف جت كده. يعني الحاله ديت احنا ممكن نخلصها في وقت قليل جدا ونخلصها مدروسه. الى ميزه الكات كام و3 دي في الوضع ده، الميزه ان هي هتقول لك تقسم الفراغات دي ازاي. يعني ايه الفكره بتاعه تركيب اي اسنان؟ ان انت تتوقع الفراغ ده تقسمه على قد ايه. يعني انت لو حطيت مثلا طربوش على السنه دي وطربوش على السنه دي، تخيل عرض الطربوش ده قد ايه. لا حضرتك كده حطيت باب مش طربوش، باب حطيت باب هنا وباب عارف سديت تاني. عارفه العمه العثمانيه؟ ايوه مش ممكن بتاعت الوالي غير كده بالظبط.
انت ممكن تقسم بقى على 6 لحد ما توصل للنب من هنا والنب من هنا، وكل واحد يعرض 8 ملي وممكن اقل كمان، تلاقي المسافة اتقسمت حلو وادت شكل حلو، وتقدر تعمل بيها. اولا هي ما بتخضعش للذوق الفني، انت عندك جهاز كات كام هيقول لك ده قبل وده بعد، وانت تدي بقى تبديل وتوافيق، طب لو تكبرت ده، طب لو صغرت ده، طب لو قصرت ده. يعني بص بعد ما خلصنا الحاله تقريبا هي هي الحجم هو هو، بس المسافات اتوزعت على 6 سنان اماميه. بالعكس ده انا شايفه ان انت لو اديتها لفني معمل وعملها بذوقه بختك بقى انت وبختك، كبر لك ناحيه عن ناحيه، ظبط لك شال لك سنه عن سنه، سرح في حته وزود فيها العرض شويه عن الثانيه. بالعكس ده انا مش شايفه ان المعمل في الحاجات التجميليه كويس، هو ممكن يعمل اي حاجه يعني ستريت فورورد، درس ورا اعمله طربوش بس خلاص، مش هيفرق كتير في الشكل. في حالات، السؤال الجاي، في حالات الزراعه فيها مستحيله؟ في حالات كده رمادي؟ لا رمادي. رمادي كويس. اللي بيخلي الحاله مستحيله شويه فاكتورز كده بنحطها مبدئيا، السن مش فاكتور فيهم، عشان انا بقيت اسمع من الناس اصل سني كبر. لا انسى موضوع السن ده خالص، يعني لا، اللي بيحصل معانا هو ان يكون السكر غير منتظم ومعدي مثلا على طول كل شويه 350 400 وكل شويه وانسولين 10 سنين وي. لو دي مش موجوده العظم والقرب بتاع القناه الاعصاب الرئيسيه من العظم، كل ده بقى نحله ازاي؟ هنعمل الاول نزرع عظم ونسيبه شويه وبعد كده نحط الزرعه. المشكله ان الناس، في بعض الناس عندها اعتقاد هروح للدكتور هطلع من عنده بسنان. مش كل الحالات كده حقيقي والله، لو ينفع انا هقول لا ليه، يعني انا هضايق نفسي ولا هضايقه؟ لا اتمنى، بس لو الحاجه دي هتضره لا، يبقى او هتضيع وقته اكتر، يبقى احنا كده غلط. في بعض الحالات لازم تزرع عظمه وتستنى تعمل حاجه اسمها رفع للفلور اوف ذا نوز، اسمه قاع الانف، ترفع قاع الانف شويه، تزود العرض، تعمل حاجه سبليتنج للريدج يعني تعرضه شويه علشان تبعد عن النيرف مثلا اللي في الفك، العصب اللي في الفك السفلي. في خطوات ممكن تعملها، كل واحد وليه حاله منفصله. بس المشكلة اللي انا بشوفها الناس بتركب دماغها فيها قوي، ان انا فلان عمل كذا انا ابقى زيه. لا على فكرة مفيش واحد زي التاني، كل واحد شخصية منفصلة ووضع صحي منفصل، المهم نوصل هنوصل لزي التاني، بس خد الخطوات مظبوطة. طيب في عندي افلام الافلام دي يعني هي اسماء افلام مش هنحكي، امتى تقولي ان الشغل ده سمك لبن تمر هندي؟ طبعا كلمة سمك لبن تمر هندي في الثقافة المصرية هو الشغل اللي مش مظبوط خالص، حاجة بايظة بايظة يعني. والله سمك لبن تمر هندي دي أنا شفتها في إيه؟ إن واحد لقيته حاشي نوعين من الحشو في نفس الضرس، يعني حاطط مثلا تحت بلاتين وفوقه حاطط حشو أبيض، فالأبيض طالع لونه رمادي، ثانيا مش هيحصل ما بينهم يونيون ولا ما بينهم ما بين السنان يونيون، فده لما ببص للوضع دوت بحس مفيش التحام. مفيش التحام، طب إزاي؟ طب وده في حد ذاته يعني، طب انت اقنعت المريض ازاي وهو وافق ازاي؟ طب انتوا اتناقشتوا في ايه قبل ما تشتغلوا الشغل ده؟ السمك واللبن والتمر. لا انا في واحده اللي كانت اعجب بقى، في واحده لقيتها حاطط لها حشوايه في نص السنان الاماميه كده، لا والحشوايه لونها بني. طب انا لو كنت اعرف ولا كنت جبت لك الصوره، اللي هو طب انت كنت يعني طب ايه؟ والعيانه بقى بتتالم ومش عامل لها علاج جذور وحاطط لها وقريب من العصب وساب التسوس زي ما هو ولاطع فوق الحشو، اللي هو ايه؟ ازاي انت عملت الفكره دي؟ هو ده سمك لبن تمر هندي. طيب ايه المهمه المستحيله في الزراعه من غير مقطعيه؟ ده تهريج. دي مهمه مستحيله؟ طبعا. لا 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 ما ينفعش خالص. حتى لو كان المريض اللي قدامك صحته كويسه وعنده 25 سنة. انت ما فكرتيش ثانية؟ ما فكرتش اصلا. يعني المستحيلة ما فكرتش، ما فكرتش ولا دي انا ولا. بعتبر ان اللي بيعمل الموضوع ده واحد يا اما عنده جنون عظمة يا اما يعني هو قاصد يؤذي الناس. لا زراعة بدون اشعة؟ لا 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 ده ما تنفعش، لان الزراعة فيها مفاجآت. الزراعة عملية، ينفع تدخل عملية من غير ما تحلل دم ولا تعرف اي حاجه عن الجسم دوت، ولا سكر ولا سرعه ترسيب ولا ولا ولا. طب والعيان لو جرى له حاجه، طب انا يعني الحقه بني دواء يعني انا اديله ايه علشان يبقى فين؟ لا طبعا ما ينفعش. المقطعيه من اساسيات الزراعه ما فيهاش كلام. يا ليها علاج الجذور.
هم طلعوا لنا على طول حاجات كده المقطعيه هي مظبطين لنا الدنيا على طول. يعني المقطعيه اساسي. المقطعيه ما فيهاش كلام، ما ينفعش الواحد يدخل المغاره من غير ما يبقى معاه بطاريه. ايه دي البطاريه بتاعتنا بقى؟ ايه اللي تشبعيه بالشمع الاحمر؟ معاكي شويه شمع احمر بس ما انت في حاجات كتيره ممكن الشمع في حاجات كتيره محتاجه انها تشمع بالشمع الاحمر، مش بقى مش في الطب بس، في كل حاجه في بقى محتاجه تشمع بالشمع الاحمر. اي دكتور اي دكتور يقول انا مش بقى في الاسنان ناس يعني حوارات كلام انا بيرفكت في كل حاجه ومش محتاج مساعده من جهاز ولا مساعده من حد، ده اقفل عليه بالشمع الاحمر، ده كده كلامه مش منطقي خالص. او انا دكتور كله، هي كده بالظبط، انا بتاع كله. أنا يعني انا النهارده قررت اكون دكتور زراعه، بعد بكره تجميل، لا 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 ده بيهزر، لازم في حاجه اسمها سبيشاليتي. كل واحد كويس، يعني ما فيش واحد وحش، بس ما فيش واحد 100% كويس في كل حاجه. المريض بقى عايز ال 100% في كل حاجه. تعمل ايه؟ يبقى حضرتك لما تيجي تقرر تعمل جذور يبقى لازم يشتغل لك واحد بيعمل علاج جذور 100%. عايز تشتغل تجميل اللي هيشتغل لك تجميل ده 100%. لكن انت تقول ان في شخص يدعي انه 100% في كل حاجه، لا ده اقفل عليه بالشمع الاحمر خالص. تعالي نروح للجزء الثاني. الجزء الثاني طبعا في فرق بين الحوار الاعلامي، انا بتكلم مثلا في فروع، مثلا انا ممكن اقعد اتكلم في القلب واتكلم في الصدر واتكلم في المخ والاعصاب، لكن لما اجي اشتغل ما ينفعش اشتغل في كل دول. صح، انا ممكن اتكلم عليهم سطحيات كراجل طب، خلاص مفيش مشكله، ما طب ما هو طالب البكالوريوس بيتكلم في كل دول. بس هيشتغل في ايه؟ هيشتغل في اللي هو هيتخصص فيه بعد كده. ده رأيك. يعني ده شغل، لكن المعلومات صح. ما هو احنا بنقول معلومات، ده اللي انا عايز اقوله، لسه تنبه للحكايه دي. مظبوط. المعلومات بيقولها الاقدر على توصيل المعلومه الكاريزماتيك، بس انا اقول معلومه. شعبياتنا، انا بحب الشعبيات قوي. ادي العيش لخباز بالظبط كده، بس خلاص. هو اللي عايز احسن حاجه اديها للمتخصص. بس ليه اضفنا في كلمه ولو كان بياكل نصه؟ مش عارفه انا. لا هو مش هياكل نصه، بس انا ما اعرفش ان دي في كماله للمثل. في كماله، انا ما اعرفش الكماله دي قلقت الناس. ما هو يقول ايه ولا ياكل نص، بتلاقي يعني عايز يقول لك لو هياخد مثلا اجر اكبر او هياخد مثلا فلوس اكبر. طب ما هو كنت لسه هقول، طب ما هو ضيع عمره علشان يعمل الحاجه البسيطه ديت اللي هي العيش. ما هو لازم ياخد مقابل. طب ده افضل ولا تروح تدفع اقل وتقعد كل شويه بقى تعيد وتزيد وتعيد وتزيد؟ فهو يعني المثل عشان نطبقه صح، ادي العيش خبازه واسكت، ما تكملش المثل. ياكل اللي هو عايز، ما هو حقه، هياخد حقه طبيعي. صح، لكن يا ياكل نصه حاجه، يعني معناها ايه؟ معناها هو سرقك، ما سرقكش، ما هو حقه ده. صح. تعالوا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ بصي بقى، هسالك اسئله بجد من الواقع بتاعكم. من يقول، وده في ناس اصوات كبيره، يعني قدام ناس من زمان قوي وناس اسماء كويسه، ان التكنولوجيا اللي انتوا بتتكلموا عنها في طب الاسنان دي رفاهيه مبالغ فيها، وطبقا للكتاب دي رفاهيه مش اوبليجيتوري عليا ان انا اعملها. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا متهم. طيب هي مش اوبليجيتوري مبدئيا. ليه؟ لان انا بقيت بسمع ان لازم الواحد يعمل مقطعيه علشان كل حاجه في اي حاجه. لا لما اكون محتاج، امال دور، امال فين الاكسبيرينس بتاعت الدكتور؟ يعني خبره، هو فين خبرته؟ ده انت ممكن تقول لي مثلا انا امبارح حصل لي كذا كذا كذا، اقول لك انت عايز تعمل جذور في الضيف الفلاني، خلاص ادعم بقى كلامي بايه؟ دوكيومنتيشن، مش اكتر من كده. لكن في حاجات ما فيهاش تفكير، لازم تعمل مقطعيه. يعني مثلا حاله زي كده، دي واحده راحت ركبت بريدج عند دكتور، والبريدج شكله جميل وكل حاجه، بس وشها كل شويه بينفخ وبيورم وبتاع. فالدكتور قال لها لا احنا هنعمل علاج جذور، عمل علاج جذور لكل اسنانها. وما زالت بتورم. طيب المشكله فين؟ هو الدكتور مش عارف يحدد، لدرجه ان يعني بجد بقت حاجه تضايق. طب انت عندك كومبلين من العيان، طب انت ليه ما بتفكرش ان انت ما عندكش مقطعيه؟ مش عيب، بس ابعتها، ابعتها بره. عملنا لها اشعاعات، اكتشفنا ايه؟ اكتشفنا ان هي عندها كيس دهني واخد الفك العلوي كله، وهو شغال عليه بريدج، وهي من الشكاوي عمل لها علاج جذور في كل اسنانها. اللي هي اصلا يعني انت وانت بتشتغل علاج جذور انت ما عملتش اصلا اشعاعات تشوف ان انت في شيء غريب تحت البريدج ده.
بقالها مثلا 10 سنين بتلف على الدكاتره. طب الموضوع ما كانش فيه اي لغز على فكره، لان احنا ما تعبناش في اي حاجه. ادخلي يا ستي تصوري، دخلت اتصورت لقينا كيس دهني واخد الفكه كله. انت متصور المعاناه؟ يعني بص معاناه، وكل اسنانها معموله علاج جذور، وكل دي سنان يعني مهضوم حقها. طب اتاخد منها العصب ليه؟ واتحصل لها في شغل ليه؟ وعماله تدفع في فلوس ليه؟ رغم ان انت، طب انت لقيت ان في يعني كومبليننج، يعني كومبلينز ورا بعضها من نفس المريض. شكوى. طب خلاص بقى اعمل بقى يعني بلان بي، مش هنفضل بقى على نفس الخطه. لا يا ستي انت كويسه، عندك حاله نفسيه، جسمك رفض التركيبه. مفيش الكلام بتاع جسمك رافض دي، انا بقيت اسمعها كتير قوي. يعني انت عندك حاجه زي كده مثلا، ازاي ممكن تقول التكنولوجي مش مهم؟ انت عايز تقيس المسافه ما بين الفم وما بين قاع الانف، ازاي هتقول ان انا ممكن اعملها من غير اشعاعات دقيقه؟ ازاي ده انت عندك كل ملي 3 دي ديت، عارف ليه هي 3 دي او ليه هي مقطعيه؟ عشان بتقطع البق لمقاطع قريبه من بعضها. المقاطع دي صغيره جدا، ده انت عندك المسافه ونوع العظم بتتغير كل ربع ملي. فازاي هتجزم ان الحاله دي 100% مظبوطه؟ لا طبعا. يعني مثلا حاله زي كده جاي يشيل البريدج اللي هو يمين الصوره دلوقتي، وعايز يعمل زراعه، احنا ما مديناش ايدنا، احنا بس دخلناه يعمل اشعه بسيطه، تفاجئنا ان في ضرس مدفون تحت الزرع، تحت البريدج اللي احنا عايزين نشيله عشان نعمل زرعه. طب احنا لو كنا متسرعين ويلا شيل البريدج دوت، يلا ادخل اوضه زراعه احط لك زرعه، هيحصل ايه؟ هيحصل كوارث. هزرع على ضرس مدفون، ضيعت وقته، ضيعت منه البريدج اللي هو قاعد معاه بقاله سنين. الزرعه طبعا هتبوظ، لان ما ينفعش تدخل فيها تخبط في عظمه وتطلع كده، الزرعه خلاص باظت. وشكلك وحش قدام العيان، ان انت والله اصل احنا اكتشفنا ان في ضرس مدفون وحضرتك عندك 18 سنه. يعني ازاي الكلام ده؟ كنز مدفون. كنز نفتح بقى ونطلع المريض. ما فيش حاجه اسمها اكتشفت دي بالظبط، ما ينفعش. ما ينفعش، عشان كده بقول لك ما ينفعش تقول تكنولوجي. لا ازاي؟ الواحد ده ممكن واحد في المية يكون عنده المشكله دي. ساعتها هتقول له اصل انا والله عملت الموضوع ده 99 مره ونفع. معلش والنبي سامحني، مفيش حاجه اسمها كده. انت تمشي ستريت فورورد، صح من الاول. انت جاي تشتغل جوه مكان مظلم، يبقى حضرتك خلاص كده لازم هتعمل مقطعي. طيب الدكتور اللي جه، او الحد يعني مش اللي جه يبرد، وهذا تكون دكتور. دكتور خليني بقى ايه جريء شويه، يبرد السنان وراح اوبا اديها برد، اديها برد السنان، خلى السنان ايه؟ يعني عارفه دبوس، دبابيس كده. ده كتير، معرفش ليه بيحصل ده كتير. طب ليه؟ مش فاهم برضه، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا دوت جاني. ده جاني، لان هو يعني دي اللي انا بحاول افهمها للمرضى. بتقول لي والنبي ما تجوريش عليا في البرد. اجور ايه؟ هو القصه ما فيهاش جور وظلم. هو حق انا بحط، انت مثلا بتحطي تحس ان ماسك حاجه في زمان المسلسل اللي عارفه اللي هو شهد والدموع والحاجات دي، ما تجورش عليا. حاسه ان انا في موقف الجلاد. يعني ما هو المريضه دي احنا هنبرد ايه؟ ده هي برضه يعني 0.2 تقريبا، وحطينا على طول الفينيرز في بقها، ليه هجور عليها وهاكل من سنانها كل ده؟ ليه؟ اللي هي القصه مش محتاجه مغير لون بس. لكن مثلا لو هتعمل كراونز، الكراونز معروفه انت بتبقى واخد المسافه اول اراوند كلها ملي من كل الاتجاهات، ومالي ده رقم كبير بالنسبه لنا، يعني ملي ونص بالكثير جدا 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 من كل الاتجاهات. مش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده. يعني مثلا الحاله ديت عندها مشاكل الدنيا. اولا عندها بروز، عندها العظم بتاعها مكشوف، عندها لخلخه في اسنانها، دخلنا عدينا معاها بكل الخطوات. دي حاله تتعمل بغير تكنولوجي؟ مش ممكن. ده انا لازم اعرف نوع العظم ايه اللي انا داخله فيه عشان السنان فيها لخلخه. دي هتقبل العلاج ولا مش هتقبل العلاج؟ ما هو مش كل واحد عنده لخلخه اقول له تعالى ثبت لك هيثبت. لازم ابقى انا عارفه انا داخله فين. اصل الناس بتيجي تقول لي كلام، يقول يعني ايه حضرتك؟ يعني معقول بتطلعي في التلفزيون مش عارف تثبتيهم لي؟ يا عم اثبت ايه؟ هضرب مسمار فيها تثبت؟ ما فيش كده. نوع العظم، سبب اللخلخه، مطوى عظم غزال وثبت. ده في عندنا اسباب لازم ادرسها. يعني في بعض الادويه بتعمل لخلخه في السنان،
طيب حضرتك يعني، طب احنا ازاي ما خدناش بالنا من حاجه زي كده؟ امراض اللثه ليها يعني ليها تدخل كتير في اللخلخه، ازاي انا يعني ازاي همشي من غير تكنولوجي في حاله زي كده؟ لا ما ينفعش. وهطول السنان قد ايه؟ وانزل اللثه بتكسي من الجدر المكشوف ده قد ايه عشان اطلع النتيجه؟ حاله زي كده يعني شكل اللثه مش لطيف، والسنان كانها نازله على استحياء كده، تحس ان السنه مكسوفه نازله كده، واخد بالك؟ مؤدبه كده. لا احنا قصينا اللثه، وعلى فكره خدنا جزء من العظم، يعني بردنا جزء من العظم علشان نعمل استطاله في السنان، لان كانت اللثه قليله قوي بقى كله عظم، علشان نوصل للشكل ما شاء الله عليها قمر ما شاء الله. دي تعملها ازاي؟ ده انت عندك الكومبين بقى في الموضوع ده، مش قادر اقول لك اسطوره. ده يقول لك هنا تخانه اللثه كذا، لما هتشيل كذا، وهنا هتشيل كذا، وهنا هتعمل كذا، اللي هو ايه؟ طب تعالى معايا بقى انت اشتغل. بصحيني الساعه 8 الصبح. بس انت قلتي كلمه مهمه واحنا بنتكلم دلوقتي. حد بيكلمك انت قلتي على سنة انت بتطلعي فانا عايز اقول بس فكره عشان الناس تبقى فاهمه صح. نحن نخرج لكي نقدم معلومه، لا لنقول ان هناك حد افضل من حد فينا. لا ما بقولش كده خالص. صح. ده انت قلت لي بس الحته دي عشان انا لازم اقول هذا الكلام عشان الناس تفهم الرساله صح. نحن لا نقدم انفسنا، نحن نقدم علم وحكاوي علم راينا بخبرتنا انه من الاتراكشن او من الجاذبيه الاعلاميه ان احنا نحكي حكاوي. ممكن الحكاوي دي تكون حكاوي يعني بنشوفها يوميا، هذه من مذكراتك. انا بحس ان انت جايبه مفكره وعماله تطلعي كلام حلو. يعني مثلا في ناس بتيجي تقول لي مثلا عايزه احشي ضرسي، طب هتحشيه لي ايه؟ هحشي ماده بلون السنان ومواصفاتها كذا طب هاكل عليها؟ طب كويسه. طب يا حضرتك موجوده في مصر ولا عندك بس؟ تقول موجوده في مصر. مالي يعني زيك زي غيرك؟ لا انا مش جالك عشان تحشي لي زيك زي غيرك، انا عايز حشو ما تكونش نزل منها. قلت له لا انا مش ساحر، انا مش واقفه بجلا يعني انا هخترع ماده واحطها لك؟ ما هو ما فيش. ده الناس متصوره الدكتور اللي بيطلع في التلفزيون ده بيعمل حاجه خارقه للمنطق. لا هو انا بقدم احسن خدمه باعلى سبيشاليتي في اقل وقت. وفي ناس كتير بتعمل ده، لكن هو الطب واحد على فكره. بالظبط. مش انا ما باخدش، مش بذاكر في جامعه تانية ولا بمتحن في مواد تانية، هي نفس كل حاجه، بس انت بتاخد اجود حاجه. طيب تعالوا الافلام الاجنبيه، دراكولا. دراكولا ده في افلام كتير قوي، بس احلى فيلم دراكولا بتاع فرانسيس فورد كوبلا اللي هو لاف نيفر داي. طيب ماشي، خلينا بس دراكولا بتاع السنان، مين مصاص الدماء في طب الاسنان؟ ان واحد جه قال لواحده امبارح، دكتور قال لواحده زبونه عندي يعني، احنا انت حامل فمش هنقدر نخلع الضرس كله في يوم واحد، هتجيلي كل فتره هشيل منه جزء. فهي شالت جزء وتعبت، فتعبت جدا يعني، اللي هو سايب نص الضرس في بقها. فيا دكتور والله لو حضرتك تقدري تختصري المرات ونشيل بقى الباقي على مره واحده. انا قعدت اسمعها كذا مره، يا حبيبتي كريم جد يعني يمكن إيه؟ الست بتحكي لك قصه من وهم او من وحي خال. مايبي، بس مش منطق انها هتضايق نفسها. انا فعلا لقيت شايل يعني جدر واحد وساب جدرين تانيين. طب عملت كده ليه؟ دراكولا. ده دراكولا اللي مش قد الحاجه يقولها مش قدها، يقول لها والله ده متخصص، ده اللي هيخلع دكتور متخصص في الجراحه، فحضرتك روحي الدكتور بالراحه، او انا مش هخلع دلوقتي مثلا، اي ظرف بقى، مستعجل ماشي، مش فاضي، مش تخصصي، اي حاجه. لكن كون ان انت تتكلم جد جدا وتقول لها هنخلع جزء النهارده وبعد بقى ما الجزء ده يلتئم نخلع جزء تاني، لا ده دراكولا. انا شايفه ان انت اذيتها جدا. خلينا يعني ماشي. طيب مئة ده جميل قوي. لا مسكين رايا وسكينة. مين رايا وسكينة؟ رايا وسكينة مجرمين. مين رايا وسكينة؟ رايا وسكينة مش شرط ان حد مثلا يعني عمل جراحة ومرضاش ياخد غرز عشان المريض قال له والنبي الا الغرز، ده رايا وده سكينة. لا انا بقابل مشكلة تضحك، تخلص العملية بتاعتك وعملت كل حاجة وابقى فاتحة الفك من اوله لاخره وزرع عظم وعاملة شغل فظيع، اول ما امسك الفتلة والابرة العيان يتجنن.
لا لا يمكن اسمح ان انا اتخيط، انا لا يمكن. طب يا استاذ ايه مشكله الخياطه؟ بس فهمني، انا عملت كده قبل كده والدكتور ما خيطنيش، اشمعنى انت تخيطي؟ يا فندم ده الخياطه دي حاجه احسن ليك، دي مش حاجه اسوأ. لا يقولوا عليا متخيط، لا انا لا يمكن اقبل الخياطه. طب يا دي ببقى انا فعلا ببقى هضحك. طب ازاي؟ طب مين الدكتور اللي قالك ان الخياطه ديت حاجه وحشه؟ طب وافق ازاي ان هو ما يعملكش خياطه؟ طب لدرجه واحد لسه كان امبارح بقول له، طب قول له ايه ذكرياتك مع الخيط؟ يعني هل الخيط ده مسبب لك ازمه نفسيه؟ طب غير لك اللون على فكره، لو اللون مضايقك غير لك اللون. هقول لك على حاجه، دايما ايام زمان بقى في الاستقبال خالص الواحد وهو صغير الافلام العربي لا كانت الواحد بس يعني طفل جاي والده جايبه متعور فكان قرار نقول للاب احنا مضطرين احنا نخيط الجرح بتاع ابنك ده فظيع. كان اللي هو ايه، طب ما تلاقي بقى الاب سالك 20 مره في خلال 40 ثانيه، مش ممكن ما نخيطش يا سيدي، مش ممكن. طب بجد دي عايز اعرف يعني ايه الخياطه، ايه لا الناس عندها خيط يعني معناها جرح كبير، معناها خيط يعني معناها بيرمننت سكار، يعني هو في بقى احنا خلاص عندنا معناها جود هيلينج، جود بروتكشن، يعني انت حافظت على الجرح، حافظت على العظم اللي انت حاطه، ما دخلتش لعاب ولا باقي اكل جوه المكان، التئام الجرح هيبقى احسن، ده في منتهى النظافه والجمال. ايه المشكله عندنا ان احنا نخيط؟ طب لو حاجه فيها مصلحتك ما نعملهاش ليه؟ في الراجل قلت له طب انت متبنج وعملت عمليه وبقى لنا مثلا تلت ساعه شغالين وانت ما اشتكتش من اي حاجه، اشمعنى في دي بقى هتوجعني؟ طب قول لي اماره، قول لي اشمعنى دي اللي هتوجعك؟ هي البصمه المصريه، هذه بادئنا، هي دي البصمه المصريه، هذه هو فعلا مصريتنا، هي دي هذه يعني حاجتنا. تحس ان انت يعني انت ضايقته خالص بكلمه غرز دي. تعالي بقى بسرعه نروح للوهم والشك واليقين. اوكي. وهم شك ام يقين؟ بسرعه بقى الاسئله اللي جايه دي كلها. ماشي. اجراء زراعه الاسنان بدون اشعه مقطعيه ممكن؟ وهم ولا شك ولا يقين؟ مش مستحيله. طبعا زراعه الاسنان هي الحل الامثل للحفاظ على سلامه الفك لمريض السكر، لمريض السكر بس بعد فتره معينه. يعني مش يبقى عنده سكر قادر يخليه منتظم وكل حاجه، بس انت تقوم داخل على طول بزرعه وانت مش دارس القصه. اي حاجه عايزها تنجح ادرسها كويس. الزراعه بقت نجاحها دلوقتي 95%. اكتر والله. طبعا. طيب. 98% بس برضو بس احنا ما نستهوش 2% ممكن يحصل معاهم مشاكل. يعني ما زلت انا بقول يا جماعه الدكتور ما هواش ساحر. مش معنى كده انا بعمل، على فكره بعمل تحليل كمان للمريض، بعمل كل ما يمكن اعمله، بس في حاجه اسمها unknown factor. الناس دي ما بتاخدش في الحسبان ان في حاجه اسمها unknown factor، في حاجه حصلت ما حصلش التئام للجرح او ما حصلش التئام للامبلانت ولا عضم. طيب في مرضى بيقولوا ان التركيبات الثابته او معتقدين ان التركيبات الثابته ليها عمر افتراضي، بعد شويه المفروض التركيبه خلاص هتبوظ. الكلام ده هو انا ضد التركيبه الثابته اصلا. ما انا عارف. يعني انا ضد البريدجات مش الثابته. يعني انا بحب المتحركه. لا. يعني مثلا المريضه ديت عامله تركيبه ثابته، التركيبه الثابته ديت منفذه اكل ومش مظبوطه، النص بتاعها اليمين مش زي الشمال وعامله مشاكل الدنيا، وكان ممكن تزرع لان دي بنوته صغننه. ايه حكمه انا اركب لها بريدج واجمع اسنان جنب بعضها؟ إذا كان السنان الطبيعية اللي ربنا خالقها بتدخل أكل وبتحشر أكل وبتعمل ريحة، لما أعمل بقى أنا بريدج متصل هيدخل إيه وهيعمل إيه؟ لا طبعًا، لا أنا ضد المتصل أصلًا. ما ينفعش نركب فينير من غير أشعة مقطعية. ممكن، دي مش لازم، طالما أنت عندك السنان هيلثي واللسة حلوة وما بتشتكيش من أي حاجة، واي نوت نعمل مقطعية ليه؟ مش محتاج. لكن ممكن بقى اللي أنا بقيت أسمعه إن هو ما نعملش برد خالص. لا ده غلط. اللي هو النو براب تكنيك، لا ده ما ينفعش خالص. ما فيش تحضير، نو براب يعني ما فيش بريبريشن. بالظبط كده. طيب ماشي، عندي فزوره حلوه. بص الجمال، بص الجمال. جميله ماشي. بص احنا طولنا السنان على فكره، كانت قصيره وصفره وحالتها حاله ولسه تعبانه، ظبطنا الدنيا لحد كبير وفكينا على فكره فوق وتحت. جميل جميل جدا. بصي بقى الفزوره الجايه دي. قلبي بيدق. بصي. ما بعرفش احل فوازير. مكان كبير حلو وخطير، مليان محلات فيها حاجات حلوه كتير، ماشي الحلو مع الحلوه يتفسحوا.
فجأة طلع لهم ولد صغنن أو بنت يعني لطيفة خطيرة مكيرة، قالت لهم تعالوا هنبيضكم جوه المكان الخطير. قصدي على ايه بقى؟ لابسه بلطو ابيض او ممكن لابسه بلطو أيوة ابيض أيوة. جيبه بيضاء وسكنه وقاعده في كشك كده في وسط جوه وبكرههم المكان الكبير تبييض المولات. طب ايوه لا 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 شفت بقى المكان الكبير هو المولات اللي فيه محلات كتير محلات. انا عايز اعرف احنا وصلنا في الانترنت طفره فظيعه، الناس بتقعد على الفيسبوك وبتقعد على كل انواع التكنولوجي اللي فيه معلومات. طب هو ازاي وقفت عنده المعلومه هنا؟ مين حضرتك؟ يعني انت رايح لواحد على فكره بس انا اقول لك بس معلومه عني، انا بقالي سنين ما دخلتش مول. سنين ما دخلتش مول، انا كنت لان انا حياتي كلها بعيده عن كل المولات، ما كده ما بحبش يعني قليل قوي لما ادخل، يعني مثلا في الثلاث اربع سنين الاخيره دخلت مول مره واحده. حلو الكلام؟ فما شفتش في المول اللي انا دخلته ده في اخر مره، لكن من زمان كنت بشوفه. زمان وزمان بقى ايام ما كان الواحد يعني لسه لياقته البدنيه، كنت بلعب ملاكمه ايامها، فيعني كنت ببقى شرس جدا يعني ماسك الوقت. يا ابني اللي انت بتعمله اللي بيشتغل مش اللي رايح، اللي انت بتعمله ده غلط. وبيندهوا بعض يقولوا لبعض يا دكتور. يعني انا نفسي انا شفتهم، انا عايز اعرف هو الناس دي متسابه ازاي وليه؟ دولت دي ده حرام، ده حرام مبدئيا. اولا انت لما تروح عياده يبقى اللي جوه ده دكتور بالاستنتاج، رحت مكتب هندسي يبقى اللي قاعد جوه ده مهندس، مظبوط؟ طيب انت حضرتك دلوقتي ده بقى يعني ده جغرافيته ايه؟ يعني ده تقول له ايه؟ بجد ده تقول له ايه؟ يعني ايه؟ يعني واحد هو كل من لبس بلطو ابيض بقى دكتور؟ ما كانش حد غلب. ده فوق ده كله هو دارس ايه في طب الاسنان؟ يعني ايه ايه؟ طب هو دكتور؟ طب لو هو دكتور ملوش مكان ليه طبي منشأة طبية يتحاسب فيها او يعني ازاي؟ هو اكيد في علامة استفهام. طب انا ليه اكون انا كبش الفدا بتاع علامة الاستفهام دي؟ يعني انا جات لي للاسف هي مريضة عندي بس هي دكتورة قلب للاسف يعني. وهي قاعدة في بلد تانية وجاية مصر عايزة تخلص بسرعة، المهم راحت مول مشهور حصل كذا كذا كذا. جايه لي بايه بقى؟ حاجه اسمها جنرالايزد جنجفايتس، التهاب عام في اللثه. ده مفزع مفزع ومؤلم وسخيف لدرجه انها مش تكاد، هو اكشولي بتريل وهي مش قادره عليها. يعني تخيل المجرد ضغط الشفه على السنين انها بتبلع ريقها هي مش قادره، لدرجه بيقول لها طب حضرتك عملتي كده ليه؟ قالت لي اصلا شكلهم نظيف قوي ومقنع وهي كلها تلت ساعه وانا مستعجله ولقيت الدنيا ماشيه فقلت خلاص معلش. طب يعني طب ازاي؟ يعني ده كلام صراحه مش مظبوط خالص. يعني الناس لازم عندها وعي في النقطه دي. انت اسعدتيني النهارده، ربنا يخليك. زياره جميله وبالحوار الممتع كالعاده، وقعده القعده معاكي دايما ممتعه والحكاوي جميله وما بحسش ابدا يعني. انا معلش عطلتك النهارده بس حوار يعني خلاني شفت الافلام بتاعتي حلوه. اول مره اشوف الافلام اول مره اشوف الافلام جميل. انا كل شويه بطلع افلام انا ورايا ايه. نورتيني واسعدتيني استاذ دكتوره اسراء السعيد، كالعاده مبهره وكالعاده مقنعه، و وضعنا أكثر من نقطة مهمة جدا، أهمها التخصص، ثانيها التكنولوجيا لا تغني عن الخبرة، وكلاهما يساعد الآخر، وليس هناك حرب مفترضة تكون موجودة ما بين التكنولوجيا والخبرة، لا المفروض أن الخبرة تحتقر التكنولوجيا، ولا المفروض أن التكنولوجيا تعطي انطباع أن الخبرة ليس لها قيمة، هذا فكر غير منضبط. أيضا الاهتمام بسنانك واهتمام بصحتها شيء مهم جدا، لانه انت في سعاده كامله طول ما سنانك كويس. ويا ويلك يا معلم لو اي حاجه سنانك لثتك لسانك تعب، الحياه تتوقف تماما. يعني انت لو جالك جزع في رجل ولا حاجه انت عادي سعيد وبتتفرج على ماتش ومبسوط وبتتسقف وبتاخد ربنا يعافي كل الناس، لكن جرب بقى تسعد باي شيء وانت سنك فيها مشكله، لن تستطيع. والوقايه دائما خير من الف علاج، خليكوا دائما مع ناس حلوه. القولون العصبي عباره عن اختلال وظيفي يؤدي الى اختلال في حركه القولون مما يؤدي الى اعراض في الجهاز الهضمي. القولون اللي هي الامعاء الغليظه. احنا بنقسم القولون نظرا للعرض السائد فيه.
او النظريه تقول ان القولون ده حساس للضغط النفسي وبعض انواع الاطعمه. في ماده اسمها السيروتونين، ده نوع من انواع النواقل العصبيه. الماده دي 5% منها موجود في المخ و95% موجود في جدار الامعاء. الحركيه بتاعت القولون محتاجه تناغم شديد جدا ما بين المخ ما بين الاعصاب ما بين العضلات في جدار القولون. لازم نعرف ان محفزات او مهيجات القولون تختلف من شخص للتاني. الضغط النفسي والتوتر والانفعال والقلق اللي احنا عايشين فيه هو ده اكتر سبب، وممكن يكون عامل مشترك بين كل العالم. اعراض القولون، اول حاجه الالم، لان احيانا القولون مع الانتفاخ بيضغط على الحجاب الهيكلي الفلاني، بحس انه ضيق في التنفس. اي عيان يخس وزنه يكشف، يجي عيان يقول لك معلش اصلا عندي انيميا شديده علشان خاطر عندي القولون العصبي. لا يوجد علاقه. القولون العصبي مرض غير قاتل وغير خطير، ومفيش علاج هنديهولك هيخلي القولون العصبي ده يرجع طبيعي. قلب المحن تولد المنح. العالم دلوقتي يرى بين الاشعه التداخليه المستقبل والحاضر. تظل امراض القلب الامراض ذات الطابع الدرامي. يمشي الحيوان المنوي رحله تعد الاطول في التاريخ. كل يوم يفكر بمساحه اكبر في عمليه تجميل الاطفال. الراجل الاول معناه الراجل اللي عنده الامكانيات لصناعه مكان صح. يعني انا عايز اقول للناس اللي عايشه في مبدا الفهلوه، انتوا مفتوحين جدا. إن تكريم الدكتور والناس الحلوة بالحصول على جائزة أفضل برنامج علمي يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح لرفع الوعي الطبي لدى المشاهد العربي. شكرا لمن خفض